نشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. مصادر يمنية للميادين، الوفد العماني نقل أفكارا لحلول جزئية لمرتبات الموظفين، والتحالف يرفض رفع الحصار، وصنعاء تتمسك بصرف مستحقات جميع الموظفين. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في القامشلي، وعشائر الحسكة تحذر من النهج العدائي لقسد الذي سيؤدي إلى مزيد من الفوضى. عبد اللهيان يبلغ بوريل موافقة طهران على اتخاذ الخطوات النهائية في الاتفاق النووي، ويؤكد أن نافذة الاتفاق ليست مفتوحة دائما. الشرطة الفرنسية تفرق احتجاجات للكرد بقنابل الغاز، والمجلس الديمقراطي الكردي يدعو الحكومة إلى اعتبار جريمة باريس عملا إرهابيا. أهلا بكم. أكدت مصادر يمنية خاصة للميادين أن الجديد الذي حمله وفد الوساطة العماني إلى صنعاء هو الموافقة على صرف المرتبات لعدد محدد من الموظفين. المصادر قالت للميادين أن الوفد العماني نقل موافقة التحالف السعودي على رفع عدد الرحلات الجوية وتوسيع وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، مشيرة إلى تأكيد صنعاء عدم السماح باستئناف تصدير النفط من دون الالتزام بصرف رواتب جميع الموظفين اليمنيين. كما شددت على أن دول التحالف السعودي تسعى إلى ربط الجانب الإنساني بالعسكري، وربطت المصادر مصير الهدنة بالموافقة على مطالب صنعاء. قتل وأصيب عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية عقب اندلاع اقتتال فيما بينها بمدينة القامشلي، وفق ما أفادت الوكالة السورية للأنباء سانا. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الاقتتال وقع بالأسلحة الفردية والرشاشة بين مجموعات مسلحة تتبع لقسد في حي المحمقية بالقامشلي، قبل أن يمتد لاحقا إلى حي الوسطى في المدينة لساعات، ما أدى إلى خلق حالة من الرعب بين الأهالي وفق الوكالة. حذر مجلس شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة الحسكة من استمرار النهج العدائي لميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في محافظة الحسكة، مؤكدة أن التصرفات العدائية ستؤدي إلى مزيد من العنف والفوضى. بيان للعشائر، طالب المجلس ميليشيا قسد بالتوقف عن الاستفزازات والإفراج الفوري عن الشيخ ميزر المسلط وجميع أبناء العشائر والقبائل المختطفين لديها، داعيا إياها إلى التراجع عن الممارسات التي ستنعكس سلبا على أبناء المنطقة والدخول في حوار بناء مع الدولة السورية للوصول إلى حلول تحفظ وحدة السوريين. مسيحيو الحسكة في سوريا يحتفلون بعيد الميلاد المجيد رغم التهديدات التركية وقطع المياه والضائقة المعيشية من جراء الحصار. ترانيم وإضاءة لشجرة الميلاد بحضور مختلف المكونات المجتمع تأكيدا لإرادة الحياة ونشر الفرح والسلام في الميلاد. محمد الخضر والتفاصيل. طقوس الميلاد بنكهة مختلفة في الحسكة. محتفلون يعلنون تمسكهم بالأمل والتوق إلى الخروج من عام قاس عاشوه في الجزيرة السورية. احتفالات تنشر الفرح والسلام. توجها ريستال ديني نظمته كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس. جينا نزرع المحبة لقلوب الفرحة، البسمة، الأمل، ونخلين دائما متفائلين أنه في الله موجود ورح يكون هو إيد العون لألنا. نحن قادرين أنه نوقف على إجرينا من جديد، نحن قادرين نتحدى كل الظروف، نتحدى كل شيء عم يصير معنا، لحتى نقول لك كل العالم نحن موجودين، نحن صامدين وقلبنا دائما فرحان، ونحن دائما عم نقدم شيء للعالم لحتى يفرحوا معنا. لا تغيب التهديدات التركية بشن عملية برية عن بلدات المحافظة الشمالية، ولا حرب التعطيش التركية على مليون سوري في الحسكة عن المحتفلين، لكنها إرادة الحياة والصبر كما يقولون هنا، على أمل الانتقال إلى عام جديد عنوانه النصر والخير والأمان. بكل الظروف القاسية والصعبة اللي عم نمر فيها، حتى انقطاع المي اليوم 45 يوم، ولكن واثق الخطوة يمشي ملكا. شعب الحسكة شعب سوريا، شعب صامد، شعب قوي، شعب خائف الله. مجلس مدينة الحسكة والتعاون مع بطريركية روم أرثوذكس قام بإطلاق شجرة عيد الميلاد ورأس السنة ليرسل رسالة لكل العالم باحتفالية هذا اليوم بعيد المحبة والسلام والتفاؤل والمحبة، ليقول للعالم كلهم من مدينة الحسكة في سوريا نحن أبناء حضارة، نحن أبناء التفاؤل، نحن أبناء السلام.
إضاءة شجرة الميلاد تحولت إلى احتفالية شعبية كبيرة، تأكيداً لصمود أبناء الجزيرة السورية بكل مكوناتهم في وجه ممارسات الاحتلالين التركي والأمريكي وأعوانهما، وتمسكاً بعودة الدولة إلى كامل شرق الفرات. يتحدى أبناء الحسكة شبح الحرب الذي طال مياه الشرب وصولاً إلى نقص الخدمات وتراجع التعليم، ويمضون في إحياء طقوسهم وأعيادهم بثقة بأن هذه الظروف إلى زوال لتعود محافظتهم بكامل أراضيها آمنة إلى سيادة الدولة السورية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. نشر موقع ما يعرف بمؤسسة السحاب الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة إصدارا مريا جديدا لزعيم التنظيم السابق أيمن الظواهري من دون الإشارة إلى مصيره أو إذا كان ما زال حيا، ويأتي الإصدار بمدة 35 دقيقة ضمن سلسلة جديدة خصصها التنظيم للحديث عن سيرة ثلاثة من قادته القتلى فيما يعرف بفرع القاعدة في شبه القارة الهندية. واللافت أن التنظيم يلجأ إلى إلحاق أسماء الأحياء منهم بصيغة حفظهم الله والقتلى بصيغة تقبلهم الله، إلا أن هذا الإصدار اكتفى بذكر اسم الظواهري مجردا من دون إلحاقه بأي صيغة. شدد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري على أن الهجمات الإرهابية الأخيرة في ديالى هدفها إثارة الطائفية من جديد. وفي المؤتمر العشائري العام الذي أقامته قبيلة بني تميم أكد العامري عدم السماح باللعب بورقة الطائفية مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لولا فتوى المرجعية لأصبحت داعش أمرا واقعا. لولا فتوى المرجعية واستجابة الشعب العراقي الأبي والعزيز لهذه الفتوى لاستطاعت داعش أن تصبح أمرا واقعيا، ولعشنا سنين من الظلم والطغيان. هذه الأيام القريبة الذكرى السنوية لشهادة قادة النص الأخوين العزيزين رفاق الدرب الحاج سليماني والحاج المهندس رضوان الله تعالى عليه. وآخر من انسحب من تل أحفر ومطار تل أحفر هو الشهيد سليماني الذي قاتل من مكان إلى مكان. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن نافذة الاتفاق النووي مع إيران مفتوحة لكن ليس دائما. وفي تغريدة له أشار عبد اللهيان إلى أنه أعلن موافقة بلاده على اتخاذ الخطوات النهائية في الاتفاق خلال لقائه الأخير مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. وفي سياق آخر قال الوزير الإيراني إن جرائم واشنطن لا تسمح لها بوعظ الآخرين. وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت إيقاف برامج الترويج التجاري مع إيران بعد أن بلغ إجمالي التجارة الألمانية الإيرانية ما يقارب ملياري دولار العام الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن التعليق يؤثر في القروض وضمانات الاستثمار التي فتحت عام 2016 بعد الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أنه تم تعليق ضمانات الاستثمار وستتوقف ضمانات القروض في كانون الأول يناير مع استثناءات إنسانية. حذر رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنيا من نية إيران فيما سماه تعميق وتوسيع إمداد روسيا بأسلحة متقدمة، وأشار إلى أن إيران تزيد من محاولاتها لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل يقوم الموساد بقمعها كل يوم في جميع أنحاء العالم. في الأشهر الأخيرة نلاحظ خطوات خطيرة تشكل تهديدا بعضها استفزازي من جانب إيران، فهي تتطرف وتزيد من محاولاتها تنفيذ هجمات إرهابية نقوم بكبحها كل يوم في جميع أنحاء العالم. نحن نحذر اليوم أيضا من النوايا المستقبلية للإيرانيين التي يحاولون حفظها بشكل سري لتعميق وتوسيع تزويد روسيا بالوسائل القتالية المتطورة، ونحن نحذر من نوايا توسيع مشروع تخصيب اليورانيوم ومن نواياهم الساعية إلى زيادة إلحاقهم الضرر بدول إسلامية صديقة في المنطقة بطرق مختلفة. يعرب عدد من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن قلقهم من عدم جاهزية الجيش لحرب شاملة،
ويحذرون من كارثة ستحل بالجيش إذا باغتته الحرب قبل سد الفجوة بين النظريات والأفكار وبين الواقع السيء في أغلب تشكيلات الجيش ومستوياته. تقرير هاني فحص. لم يكن الجيش الإسرائيلي في مثل هذا الوضع الخطر الذي هو عليه اليوم. هذه خلاصة عقود من الخدمة في أرفع المناصب العسكرية، وآخرها السنوات العشر التي قضاها في منصب مفوض شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، وهو المنصب الذي أتاح للواء الاحتياطي إسحاق بريك نبش كل مشاكل الجيش الإسرائيلي وثغره ومعاينتها. بريك الذي لم يضيع فرصة أو منصة إلا استغلها لدق جرس الإنذار، حذر أخيراً من كارثة قد تحل بالجيش الإسرائيلي في أي حرب مقبلة إذا خاضها في ظل الثقافة التنظيمية الرديئة السائدة فيه حالياً. إحدى المشاكل التي أسميها جذرية تتمثل في الأساس الذي يشيدون عليه بنيان الجيش. الجيش الإسرائيلي يتقوض بكل ما للكلمة من معنى بسبب الثقافة التنظيمية الرديئة. وفيما حذر ضباط كبار من الهوة التي تفصل النظريات عن الواقع بشأن سلاح البر، لفت آخرون إلى أن الصورة الأسطورية التي يروج لها عن سلاح الجو هي صورة تشوبها الأوهام، وهذه نقطة في بحر مشاكل هذا السلاح. أما الخاسرة الرخوة المتمثلة في الجبهة الداخلية التي ستكون برأي خبراء ساحة الحرب الرئيسية مع تلقيها آلاف الصواريخ والقذائف يومياً، فهي ليست مستعدة لأقصى حرب ستتعرض لها منذ قيام إسرائيل. وتحت عنوان نمر من ورق، حذر المؤرخ الإسرائيلي يوسي هاليفي من أن وضع الجيش الإسرائيلي على مستوى الأهلية قاتم، وخاصة في فترة أخطار وجودية تحدق بإسرائيل. وفيما يشبه نداء الاستغاثة الأخير، دعا هاليفي قادة الجيش إلى تحطيم السقف الزجاجي من السلبية والاحتواء. وما يدعو إلى القلق برأي هاليفي هو أن القادة الإسرائيليين يعلمون جيداً كم أن الجيش الإسرائيلي المقلص والمؤهن ليس أهلاً للمواجهة. تصاعدت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية في محاولة من الاحتلال لتنفيذ سياسة الضم بفرض الأمر الواقع، وآخر القرارات كان مصادرة ما يقارب من 4000 دونم من أراضي قرية عقربة جنوب شرق نابلس. التفاصيل في هذا التقرير لنسين سلمي. هناك إلى الشرق من نابلس وصولاً إلى حدود الأردن تمتد أراضي قرية عقربة جنوب شرق المدينة، لكن أصحابها محرومون منها ومن زراعتها بعدما أعلنت إسرائيل عن مصادرة 3492 دنماً لأغراض الاستيطان. القرار لم يكن مفاجئاً لأصحاب الأرض الذين أكدوا أن ما يمتلكونه هناك أكبر بكثير، لكن إسرائيل حرمتهم من أراضيهم منذ احتلالها الضفة الغربية عام 67. مصادرة أرض انتزاع ملكية، يعني لما بدك تنتزع ملكية من إنسان بطل يصير له حق فيها، مع العلم أنه لو كانت هاي الأرض للناس كل واحد في الأيام هاي، احنا اليوم في عصر التقدم، بروح بزرع قطعته وبيستثمرها. أراضي عقربة المصادرة جاءت كجزء من مخطط إسرائيل للاستيلاء على أراضي غور الأردن وتهويدها، ولا سيما الأغوار الوسطى والشمالية، حيث أقامت عشرات المستوطنات الزراعية هناك وقواعد عسكرية، وعمدت إلى تهجير الفلسطينيين من المنطقة. أخشى ما أخشى أن يكون في سبيل إقامة مستوطنة ذات طابع سياحي، لأنه منطقة القرن هي تعتبر المنطقة، أو جبل سرطبة يعتبر هو الجبل الأعلى في الأغوار الوسطى، ويعني في الفترة الأخيرة خلال سنتين أو ثلاث الماضية دأب الاحتلال إلى تنظيم مسارات سياحية لمستوطنيه. وبحسب خبراء فإن وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية ارتفعت هذا العام بنسبة 26%، فقد صادرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول منه ما يزيد على 22 ألف دنم.
هجوم بشكل متواصل يتم على التجمعات في مناطق الأغوار، وبالتالي هناك حوالي 62% من مساحة الضفة الغربية اليوم معرضة للضم وللتهجير ولتعزيز الاستيطان فيها والبنى التحتية. هناك الآن مشاريع بنى تحتية هائلة على الأرض يتم العمل عليها. وبحسب المخططات الإسرائيلية فإن العمل جار لتوسيع مستوطنات الضفة وربطها ببعضها البعض من خلال شبكة طرق واسعة ستصادر هي الأخرى آلاف الدنومات من أراضي الفلسطينيين. ضم الضفة الغربية هو مشروع إسرائيل الكبير الذي تسعى إلى تنفيذه من خلال توسيع المستوطنات ومصادرة الأرض وتحويل المدن الفلسطينية إلى تجمعات لا تستطيع التطور أو التوسع. نسر سلمي من أمام مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة، الميادين. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في فرنسا انتقد المجلس الديمقراطي الكردي تعاطي الحكومة الفرنسية مع الهجوم الذي استهدف مركزا كرديا بأنه تصرف فردي، ودعا المجلس الحكومة إلى اعتبار العمل هجوما إرهابيا. مرة أخرى يكون المجتمع الكردي ضحية هجوم إرهابي في قلب باريس، مرة أخرى وفي المكان نفسه. من غير المقبول ألا يتم اعتبار العمل عملاً إرهابياً، وأن نتوهم أنه ناجم عن عمل فردي، ولا أحد يجعلنا نصدق أن العمل مجرد هجوم قام به اليمين المتطرف. برغم تحذيراتنا واستغاثتنا ومحاولتنا إسماع الحكومة وجهة نظرنا، كيف يتم قتلنا هنا مرة أخرى وعلى مرأى من المسؤولين الفرنسيين؟ وزير الداخلية الفرنسي قال أن المسلح كان يستهدف أجانب ولا سيما الكرد، وأكد أنه أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في أماكن التجمع الكردية وكذلك في محيط المقر الدبلوماسية التركية. من الواضح أن الهجوم استهدف أجانب وتحديدا كردا. طلبت من الشرطة في باريس وفي مناطق أخرى في فرنسا حماية الأماكن التي توجد فيها الجالية الكردية على مدار الساعة، وكذلك في محيط المقار الدبلوماسية التركية. وتزامنا مع تفقد دارمانان منطقة الهجوم في باريس، وقعت صدامات بين متظاهرين كرد والشرطة الفرنسية، وقد أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا بدورهم مقذوفات باتجاهها وأحرقوا حاويات قمامة وأقاموا حواجز في الشارع. بين هواجس الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الفرنسي، دخلت الهزات الأمنية في فرنسا على الخط. عدد من القتلى والجرحى هي حصيلة إطلاق نار حصل في شارع دونغان الحيوي في العاصمة باريس، استهدف مركزا للجالية الكردية ومطعما مواجها له. كنا نسير في الشارع حين سمعنا أصوات إطلاق رصاص، استدرنا ورأينا الناس يرقدون يمينا ويسارا. بعد دقائق دخلنا إلى صالون الحلاقة، رأينا ثلاثة جرحى وأشخاصا يوقفون رجلا مسنا بعض الشيء. بعدها قمت بالاتصال بالإسعاف والشرطة. مكتب الادعاء في باريس قال إن مطلق النار فرنسي معروف للسلطات الفرنسية، وكان سبق له أن هاجم مخيما للمهاجرين قبل عام، بالإضافة إلى وجود سوابق بمحاولتي قتل في سجله، مضيفا أن الرجل تم اعتقاله عقب الحادث مباشرة من قبل الشرطة الفرنسية، فيما فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بالحادث موجهة تهما لمطلق النار تتعلق بجرائم القتل العمد والعنف المشدد، وأوكلت مهمة إجراء التحقيقات إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية في باريس. الدائرة العاشرة هي حي متعدد الثقافات يستقبل منذ سنوات عديدة الكثير من المجتمعات وسط حالة من الانسجام، إنها مأساة مروعة بالنسبة لنا.
وبالتزامن مع إعلان السلطات الفرنسية أن دوافع مطلق النار لا تزال مجهولة، يفرض مسلسل الحوادث الأمنية المتكررة القلق في الأوساط السياسية والاجتماعية الفرنسية، ويسلط الضوء على حالة العنصرية والكراهية التي باتت ظاهرة في الشوارع الفرنسية، خصوصا مع تزايد أزمات اللجوء والمهاجرين في فرنسا والدول الأوروبية الأخرى. تعطلت حركة القطارات في البرتغال بسبب إضراب عمال السكك الحديدية للمطالبة بزيادة أجورهم إثر تراجع القوة الشرائية من جراء التضخم. ويأتي هذا الإضراب في يومه الأول بعد دعوة النقابات التي تمثل بموظفي السكك الحديدية، حيث من المقرر تنفيذ إضراب آخر الاثنين المقبل. وحذرت الشركة من أن الإضراب قد يؤثر في حركة القطارات على المستوى الوطني خلال الأعياد. دعت الولايات المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ما وصفته بالاعتراف بالواقع وإلى سحب جيشه من أوكرانيا بعد وصف النزاع هناك بالحرب وفق تعبيرها. متحدث باسم الخارجية قال إن بوتين وصف أخيرا الحرب كما هي بعد أن أدركت الولايات المتحدة وبقية العالم أن عمليته العسكرية الخاصة كانت حربا عدوانية وغير مبررة، معتبرا أنه مهما كانت مصطلحات بوتين فإن عدوان روسيا على جارتها ذات السيادة لم يخلف سوى الموت والدمار والنزوح على حد قوله. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصار جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا. وخلال زيارة مركز تولا لتصنيع الأسلحة، قال بوتين إن العملية العسكرية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية. المهمة الرئيسة التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن. من المهم أيضا تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلون كثيرا بناء على الخبرة القتالية التي اكتسبناها. على اسمها تبني الولايات المتحدة حملات وحروبا نفسية أنظمة الباتريوت إلى الجبهات الأوكرانية، ولكن هل فعاليتها بقدر الدعاية حولها؟ التشكيك جاء هذه المرة من خبراء أمريكيين وفق مجلة ميليتري واش. بعد أن قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ باتريوت، أثير الكثير من الشكوك حول إذا ما كانت فعلاً هذه الصواريخ ستغير مسار الأحداث على الأرض أمام الترسانة الروسية. وسريعاً علق بوتين على القرار بالقول إن الترياق سيكون موجوداً، ما يعني أنه سيتم تدميرها. خبراء أمريكيون وأوروبيون استبعدوا أن يقلب باتريوت الموازين القتالية لأنه نظام دفاعي، كما أن أوكرانيا لن تتمكن من نشر هذه المنظومات في ساحة المعركة قبل بضعة أشهر. فوفقاً للمركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية، هناك حاجة لنحو 90 فرداً لتشغيل المنظومة، وهو ما يتطلب 30 دقيقة، وبالتالي يستدعي تدريباً مكثفاً للجيش الأوكراني قد يستغرق أشهراً. وفيما لم تثبت صواريخ باتريوت قدرتها على مواجهة صواريخ سكود السوفيتية، فإن أنواع الصواريخ البالستية الموجودة في الترسانة الروسية الحالية هي أحدث بعدة أجيال، ومن المرجح أن يكون من المستحيل اعتراضها، حيث إن الصواريخ المنطلقة من أنظمة اسكندر الروسية كمثال بإمكانها إجراء مناورات طيران واسعة النطاق طوال مسار الرحلة، ما يجعل من المستحيل الإطباق عليها فضلاً عن إسقاطها. فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. أصدر الرئيس البرازيلي المنتهي ولايته جير بولسونارو مرسوما بالعفو عن رجال أمن أدينوا بارتكاب جرائم قبل أكثر من 30 عاما. ويشمل مرسوم العفو هذا مرتكب مجزرة في أحد سجون ساو باولو عام 92، حيث تم إعدام 111 سجينا في خطوة قالت الشرطة حينها إنه كان دفاعا عن النفس وليس إعداما. انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الدور الأمريكي في أزمة بيرو، ولمح إلى أن واشنطن كانت وراء سقوط الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيو. الرسالة الأولى بعد إقالة الرئيس بيدرو كاستيو كانت من السفير الأمريكي في بيرو. عندما تم إعلان حالة الطوارئ، ذهب السفير الأمريكي في بيرو للقاء الرئيس المعين من قبل الكونغرس في قصر ليما. لقد كان انقلابا من قبل المحافظين في بيرو الذين يشبهون المحافظين في المكسيك وبلدان أخرى لناحية الطبقية والعنصرية والفساد. أقر برلمان فيجي تعيين زعيم المعارضة ستيفيني رابوكا رئيسا للوزراء بعد نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي. ويتولى رابوكا رئاسة الحكومة خلفا لفرانك بايني ماراما الذي وصل إلى السلطة عام 2006 بعد تنفيذ انقلاب عسكري أطاح بالحكومة. وغرد سفير الاتحاد الأوروبي لدى منطقة المحيط الهادئ سويج روسيم مهنئا رابوكا بتشكيل الحكومة. يواجه فيلم أفاتار طريق الماء اتهامات بالعنصرية وبالاستيلاء على ثقافة الشعوب الأصلية، ما دعا مجموعات من السكان الأصليين في أكثر من دولة إلى قيادة حملات لمقاطعة الفيلم. ومن المعروف أن تاريخ هوليوود حافل في تصوير أهل الأرض والهنود الحمر بمواصفات مغيرة للواقع، فيما لا يزال تمثيل السكان الأصليين في الأعمال السينمائية والتلفزيونية شبه معدوم. فيلم أفاتار طريق الماء أكثر الأفلام المنتظرة لأكثر من عقد كامل، فمنذ عرض الجزء الأول منه عام 2009 وتحقيقه أرقاما قياسية في شباك التذاكر، وعد مخرج الفيلم جيمس كاميرون بأجزاء أخرى مقبلة. ولكن رغم الترقب الكبير من قبل عشاق السينما، واجه الجزء الجديد انتقادات عديدة اتهمته بالاستيلاء على ثقافة الشعوب الأصلية وتوظيفها بطريقة ضارة لإرضاء عقدة الرجل الأبيض المنقذ. ورغم نجاح الفيلم جماهيرياً، أطلقت مجموعات من الأمريكيين الأصليين والسكان الأصليين في أكثر من دولة حول العالم حملات لمقاطعة الفيلم، متهمين إياه بالعنصرية وباستخدام مزيج من تواريخ ثقافات السكان الأصليين المختلفة في إطار عنصري. فيلم أفاتار ليس بالطبع الفيلم الأول الذي يواجه اتهامات مماثلة، فتاريخ هوليوود حافل بتصوير أهل الأرض والهنود الحمر بمواصفات مغيرة للواقع، برغم بعض الأفلام القليلة التي أظهرت الجانب الإنساني الرافض للجرائم بحق السكان الأصليين. من بين سيل طويل من الأفلام التي بررت هذه الجرائم، برز عام 39 فيلم جون فورد الشهير ستيج كوتش الذي اتخذ اتجاها عنصريا ضد الهنود الحمر، حيث قسم صانعو الفيلم أبطاله إلى أخيار ويمثلهم المستعمرون البيض وأصحاب الروح الشريرة وهم الهنود الحمر. إضافة إلى هذه الصورة النمطية التي تكررت في أفلام عديدة وبأشكال مختلفة، لا يزال تمثيل السكان الأصليين في الأعمال السينمائية والتلفزيونية شبه معدوم. يقول ديفيد بروكس في صحيفة نيويورك تايمز تعليقا على فيلم أفاتار إن الفيلم يقوم على افتراض أن الأشخاص غير البيض بحاجة إلى مخلص ببشرة بيضاء لقيادة حملاتهم، فهل يأتي اليوم الذي تنتصر فيه هوليوود المنحازة للبيض للمواطنين الأصليين؟ أطلق عدد من الأكاديميين أول دراسة مرجعية تتحدث عن الإعاقة في العالم العربي. الدراسة تم إطلاقها بحضور عدد من الجمعيات المعنية ومشاركة شخصيات قانونية وأكاديمية. تقرير من بيروت سامي جلول.
لم يكن هؤلاء الأطفال يدركون لحظة واحدة أن مستقبلهم لا يزال موصد الأبواب، فالطريق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة صغارا كانوا أم كبارا لا تزال هي الأخرى شائكة ومليئة بالعوائق. وبهدف تذليل بعض منها عمد عدد من الأكاديميين المتخصصين في مجال الإعاقة وبالشراكة مع مجلس كنائس الشرق الأوسط وبالتعاون مع الجامعة الأنطونية إلى إعداد دراسة تتناول واقع هذه الفئة المهمشة في العالم العربي، لتكون أول دراسة في نوعها تصدر باللغة العربية. بعد هذا الكتاب سوف يوزع بكل الجامعات بلبنان وبعدة دول عربية من أجل نشر هذه الثقافة الحقوقية أكثر وأكثر، والتأكيد على أهمية المنظومة الحقوقية من أجل الدمج بالمجتمع واحترام التنوع والكرامة الإنسانية. لم تكتب صفحات هذه الدراسة بلغة عربية فصيحة فحسب، وإنما أراد مؤلفوها الغوص في أعماق المسألة، حيث بحثوا في المفاهيم والمصطلحات المتداولة وطرقوا للمرة الأولى باب الترفيه والرياضة، وقدموا نظرة متقدمة حول رأي الدين في قضية الإعاقة. الإنسان ليس فقط مستهلك، الإنسان كل إنسان يجب أن يكون منتج، أن يكون منتج في أي مجال كان، وأن يكون مفيد للمجتمع. هذا بعتقد هذه دراسة فريدة من نوعها، يعني فيها جهد كتير كبير، والموضوع اللي عم تطرق له كمان هو موضوع مهمل، وبالتالي يعني أنا بشعر أنه من واجبي بأنه أقدم دعم لهذا الجهد الكبير. محتوى الدراسة لم يكن موجها إلى القراء من ذوي الإعاقة فقط، وإنما شكلت مرجعا بكل ما للكلمة من معنى، يستقي منها الباحث معلوماته، وهي بالتالي بمنزلة مادة علمية حاضرة للتدريس والتعليم الأكاديمي في الجامعات العربية. مسألة الإعاقة في العالم العربي دراسة تلخص واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعطي صورة أوضح عن معاناتهم في التعليم والعمل والمجتمع، فهل ستلحظ الجهات المعنية نتائج هذه الدراسة لإعداد سياسات تحد من هذه المعاناة؟ سامي جلول، بيروت، الميادين. إلى مقصد لكثير من العائلات غير المقتدرة تحول بيت الطبيب الفلسطيني محمد أبو الكاس في غزة. الطبيب يطلق عليه الكثيرون لقب طبيب الغلابة لدوره منذ سنوات في علاج الأطفال المرضى مجانا. أكرم دلول والتفاصيل. على طريقته الخاصة يسعى الطبيب الفلسطيني محمد أبو الكاس لدعم صمود أهالي قطاع غزة عبر مبادرة شخصية هدفها التخفيف عن كاهل عائلات الأطفال المرضى في ظل الحصار وضيق الحال. فالطبيب السبعيني يؤمن برسالته السامية رغم وصوله إلى سن التقاعد منذ 16 عاما، يداوم على علاج الأطفال المرضى من دون مقابل داخل عيادته التي أقامها في بيته الذي تحول إلى مقصد للعائلات غير المقتدرة. لقيت ظروف الناس صعبة جدا جدا، وأبوي الله يرحمه قال لي دير بالك على الناس وما تاخدش، اللي معه بيدفع واللي معهش حلة البركة، وكمان اللي باخده من الناس 10 شيكل 5 شيكل باخدهمش لي، بجمعهم وآخر الشهر بشتري علاجات وبديها للناس اللي معهم مش يدفعوا. هو مشوار عطاء يخطه الطبيب محمد أبو الكاس منذ عقدين من الزمن، ما دفع الفلسطينيين في غزة إلى إطلاق لقب طبيب الغلابة عليه، وذلك لدوره الملحوظ في التخفيف من معاناة أهل القطاع المحاصرين. بتعامل معنا والله بكل أدب وأخلاق، واللي معهوش عادي، ودائما نحن، وأنا والله أشهد إنه 5 تنفار ولا شيء نعطيته من 5 تنفار. إجت على سمعته، يعني دلوني عليه من آخر الدنيا، من منطقة الدرج، من عند الصحابة، إني أنا جاي بس على اسمه وسمعته. خلاص؟ لا. هو العطاء وعمل الخير من دون مقابل يجسده الطبيب أبو الكاس قولا وفعلا، فعل يؤكد فقراء غزة أنهم في أمس الحاجة إلى أن يحذو الأطباء حذوه على امتداد المحافظات. شخص كويس وبعمل الناس كويس، وأنا جاي على أنه سمعته قدام الناس كويسة، يا ريت كل الدكاترة تكون زيه. من دون كلل أو ملل يواصل طبيب الغلابة مهمته الإنسانية التي يؤكد أنها تمثل واجبا مقدسا تجاه شعبه. أكرم دلول، غزة،
الميادين. مع استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن، ناشدت وزارة الصحة اليمنية المنظمات الدولية المساعدة السريعة مع قرب نفاذ أدوية الفشل الكلوي. وكانت الوزارة قد ناشدت الأمم المتحدة منذ أشهر بشأن توفير أدوية الفشل الكلوي للعام 2023 من دون أن تلقى استجابة، ما يهدد آلاف المرضى بالموت. أحمد زبيبة. الآلاف من مرضى الفشل الكلوي سيفقدون الأدوية الخاصة بهم نهاية العام الحالي، مناشدات مستمرة لتوفيرها من قبل المنظمات الدولية بعد منع دخولها عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي من قبل التحالف السعودي. على أسرة الغسل الكلوي هنا في مستشفى الثورة بصنعاء ينتظر هؤلاء المرضى مصيرهم بعد إعلان وزارة الصحة اليمنية قرب نفاد الأدوية الخاصة بغسل الكلى نهاية هذا العام، فالمرضى يشكون نقص الأدوية وانعدام أكثرها ما فاقم من حالتهم الصحية. بغسل في الأسبوع مرتين، ومن ناحية الأدوية ما بش أدوية، الأدوية 0%، ما بش أدوية ولا بدولنا حاجة. بنعاني يعني أشد المعاناة من العلاجات والأدوية والمحاليل، محاليل الغسيل يعني محاليل الغسيل دي بنحتاجها، البيكرت وال وإذا التناشي يعني بنتنا شبه منتهي مقرب الصلاحية، وجودها منخفضة جدا ورديئة. يستقبل هذا المركز في صنعاء نحو 170 حالة مصابة بالفشل الكلوي على أجهزة الغسل يوميا ومنذ نحو شهر، والمركز يعتمد على ما يمتلكه في مخازنه الخاصة من المحاليل التي باتت على آخرها بعد نفاد مخزون وزارة الصحة اليمنية في صنعاء. بنستقبل تقريبا في اليوم 170 إلى 175 حالة، الحالات المنتظمة مع حالات الطوارئ والحالات اللي تجي من محافظات ثانية. بالفترة قضينا تقريبا شهر بلغونا في وزارة في الوزارة مش معنا أدوات، فجمعوا لنا من أكثر من مراكز. احتياج طارئ للمحاليل الطبية الخاصة بالغسل، والتي يجب أن تتوافر خلال الأسبوعين المقبلين لإنقاذ حياة أكثر من 4000 مريض بالفشل الكلوي. لسنا قادرين على شراء أي من هذه المحاليل، ولا المنظمات إلى الآن وفرت أو بدأت بإجراءات شراء أي منها، وهذه فعلا كارثة إنسانية. يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلى أكثر من 400,000 جلسة خلال العام 2023 على أقل تقدير، وتحذيرات من توقف هذه الجلسات على نحو كامل. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولكن قبل ذلك هذا تذكير بأبرز العناوين. مصادر يمنية للميادين: الوفد العماني نقل أفكارا لحلول جزئية لمرتبات الموظفين، والتحالف يرفض رفع الحصار، وصنعاء تتمسك بصرف مستحقات جميع الموظفين. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في القامشلي، وعشائر الحسكة تحذر من نهج العدائي لقسد الذي سيؤدي إلى مزيد من الفوضى. عبد الله يعني يبلغ بوريل موافقة طهران على اتخاذ الخطوات النهائية في الاتفاق النووي، ويؤكد أن نافذة الاتفاق ليست مفتوحة دائما. الشرطة الفرنسية تفرق احتجاجات للكرد بقنابل الغاز، والمجلس الديمقراطي الكردي يدعو الحكومة إلى اعتبار جريمة باريس عملا إرهابيا. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على